نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. ليه تسيب المية ملحة والشجر يطرح صفار؟ بتخلي الأرض صالحة والصحارى تزيد خضار. الكون محتاجها، الطبيعة محتاجها، والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. الكون محتاجها، الطبيعة محتاجها، والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. مشاهدي برنامج اسأل مجرب، برحب بحضراتكم. العمل في القطاع الزراعي عمل ممتع جدا، وعلى فكرة بيحتاج ابتكار، وبيحتاج ان احنا نطبق العلم، وخصوصا في هذا التوقيت. ليه في هذا التوقيت؟ احنا بنتكلم على تغيرات مناخية، بنتكلم على ان حصة مصر من مياه نهر النيل حصة ثابتة 55 مليار متر مكعب سنويا. الاراضي الجديدة بتعتمد اعتماد اساسي على مياه الجوفية او مياه الابار. دي بعد فترة بيقابلها مشكلة كبيرة، وهي مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، بتأثر على المحاصيل، بتأثر عليها فعلا. اسأل مجرب الهدف منه ان انا اسأل واوثق من على ارض الواقع نجاحات استخدام تقنية معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر. النهاردة انا موجود معاكم في وادي النطرون، هتتعرف على نموذج جديد، هنشوف نجاح بالنسبة لبعض المحاصيل هي محاصيل تعتبر اقتصادية بيها عائد جيد للمزارع. برحب بحضرتك. مرحبا بحضرتك. انا بحب اعرف الاول احنا فين. احنا في قرية الشهداء تبع مركز وادي النطرون، الكيلو 107. باشمهندس محمد، انا لما دخلت هنا لقيتك مقسم المكان بطريقه جميله جدا، قلت له انا عندي هنا تفاح، تعالى ده في جوافه قدام، في برقوق، وقعدت تكلمنا على رحله عمل هنا بقالكم سنين. ابتدينا المشوار هنا ازاي؟ بقالك هنا كام سنه؟ ايه الوضع اللي كان موجود في المزرعه اول ما اشتغلتوا فيها؟ بقالنا بالظبط كده هنا 13 سنه ما شاء الله. طبعا اول يعني اول ما كانت الميه البحاري موجوده هنا، طبعا هنا نظام الميه ادوار يعني 7 و7. فأول ما اشتغلنا، أول ما جينا هنا كانت المياه متوفرة البحرية كويس، فمع الوقت بدأت المياه تنخفض، فاضطرينا اللي احنا نعمله بير ارتوازي. فالبير الارتوازي أول 4 سنين كان معنا تمام خالص، يعني نسبة الأملاح بتاعته بسيطة 300-400 لغاية 500. فجينا من 4 سنين بالضبط وصلت درجة الملوحة معنا 1500-1600. فطبعا ده صعب لاي شجره اللي هي تشتغل، يعني بالذات التفاحيات. عملت ايه مع الاشجار؟ اشتغلت يعني بالمبيدات اللي بتكسير تفتيت الملوحه وتكسير الملوحه، اشتغلت كتير، بس طبعا دي تكلفتها عاليه عشان تشتغل بيها في المزرعه. معظم وقت الري بتاعك بتكسير الملوحه لا، هتبقى تكلفه عاليه. فدورنا، فكنا في معرض الكره الدولي في من 3 سنين بالظبط في 2018، وكان في دلتا ووتر كانت موجوده هناك مشاركه في المعرض، فشرحوا لنا الجهاز واستخداماته، فتوفينا وجبنا جهاز من هنا. انا بشكرك الاول قبل ما اتكلم بقى الجهاز عمل ايه. اللي عايز يشتغل وعايز ينتج بيدور على كل حاجه جديده. النهارده لما انا اروح واشارك في المعارض الزراعيه واشوف ايه الجديد، المنتجات اللي ممكن تفيدني في القطاع الزراعي، واشوف جهاز موجود لاول مره، مش سهل ان انا اخد القرار ده. انا عارف ان المزارع لما بيتعود على حاجه صعب ان هو يغيرها. ازاي انت اقتنعت يعني لما شفت الجهاز قلت هو ده اللي هيحل المشاكل بتاعتي؟ ما انا برضك يعني قبل ما اكون اللي انا مزارع، لا انا مهندس زراعي في المقام الاول. تاني حاجه احنا عندي محلات مبيدات وماشي، وعندي وكاله خضار كمان، فالسلسله كلها متركبه معايا على بعضها. فانا زي ما بصرف لازم اللي انا الاقي، تمام. وبرضك فضلت اللي انا اسال، يعني بتسال على قد ما تقدر لغايه ما توصل للي انت للحل اللي انت عايزه. بتجرب، ما انت مش يعني هتطلع لا ده الحل، لا انت بتجرب كذا وسيله وبتشوف انه افضلهم افضل فيها وانه الاحسن فيها وانه الاوفر. فبرضك مع الوقت فيعني هي مش بالسهوله برضك. واحنا داخلين بتقول لي انا كان عندي شجر هنا برقوق قلعته. لا، كان شجر خوخ ديزر. خوخ قلعته ليه؟ كانت نسبه الملوحه عاليه وما استحملش، يعني ما استحملش. انا عندي برقوق برضك، يعني في
قطعة باروك كانت يعتبر دي في أعداد اللي هي هتتقلع. فبعد ما ركبت الجهاز لأ نسبة المواطن اللي كانت فيه لأ قلت بنسبة عالية، يعني نسبة يعني يعتبر لا تذكر. يعني ابتدت الحياة ترجع تاني للأشجار دي، المظاهر اللي كانت بسبب ارتفاع نسبة الملوحة اختفت. ثلاث سنين مركب الجهاز. دي ثالث سنة. قلت لي دلوقتي أنا تاجر مبيدات. أنا عندي محلات مبيدات. وعندي وكالة خضار وبتزرع. عايز أتكلم على جودة الثمرة، هل جودة الثمرة اختلفت؟ جودة الثمرة نفسها؟ أكيد لا لازم تختلف. أنا مثلا بتبدل العناصر كلها. طول ما في ملوحة مش هتقدر الشجرة تستفاد حاجة من اللي أنت بتحطه. كله هيبقى رايح تبخر كله. أو هينزل في الصرف. أما لما أنت يبقى المية اللي نازلة عندك كويسة، جذر الشجرة شغال كويس، هتقدر أقل حاجة تحطها هتبان فيها. نسبة الملوحة وصلت 1600 جزء في المليون. أيوة. اللي إحنا واقفين تفاح، التفاح عامل معانا إيه في نسبة الملوحة 1600 جزء في المليون؟ ده تفاح مزروع على المية نسبة الملوحة فيها 1600 جزء في المليون. المزارع عارف إن ده ضد شجرة التفاح، ما يخليهاش تشتغل معانا. عامل ايه معاك بعد استخدام المعالج المياه المغناطيسي؟ زي ما حضرتك شايف لا الوضع مختلف تماما. يعني انا كاعلامي انا شايف المشهد جميل جدا، بس حضرتك كمهندس زراعي وكفلاح قيم لي الشجره دي، ايه اللي يفرقها عن شجره ثانيه قويه وميه نسبه الملوحه مرتفعه؟ هتلاقي يعني النهارده زي في النهارده في مرحله التزهير والعقد هتلاقي معظم الشجره اصفر، هتلاقي الشواشي دي كلها هتلاقيها صفرة معاك، مش هتلاقي في نسبة عقد. دي أقل حاجة يعني. شبكات الري كانت بتتأثر عندك بالملوحة؟ يعني مثلا كان في ناس بتقول لي النقطات بتتسد. ده بتحصل كانت بتحصل عندك ولا ما كانش ليها علاقة؟ سدلان الخراطيم والفلاتر دي قصة تانية، يعني ممكن يبقى عيب الخراطيم جودتها رديئة الكلام ده كله، أما المية الارتوازي تسد خراطيم دي صعبة. عايز كلمة منك للمزارعين النهاردة، ايه رأيهم في تقنية معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر؟ ايه رأيك انت؟ لا هو كويس، يعني النتيجة بتاعته كويسة معانا، وبرضك يعني بعد ثلاث سنين تجربة لا الوضع فارق معايا. ثلاث سنين النجاح مستمر ومكملين في نجاحنا داخل الأراضي الزراعية. ثلاث سنين بنتكلم على أشجار كان معدل التقليع فيها مرتفع بسبب الإصابات اللي بتحصل لها بسبب نسبة ارتفاع الملوحة. ثلاث سنين وإحنا بنقول دلوقتي المحصول بقى أحسن، الثمرة بقت خواصها أفضل، في تكلفة بقت أقل، فده يديني ربحية أكتر. هكمل معاكم داخل المزرعة لأن لسه في أكتر من محصول هنشوفهم مع بعض ونوثق نتائج. أشجار الفواكه في مصر أشجار ناجحة وجميلة، وعندنا فاكهة مميزة. يعني لما نيجي نتكلم نقول الخوخ لا ليه سعر في السوق، نيجي نقول برقوق أو التفاح دي جدوى اقتصادية كويسة للمزارع، لكن بصراحة هي زراعتها صعبة ما هياش سهلة، عايزة رعاية وعايزة مهارة في التعامل معها. طب لو في مشكلة أساسا بقى في المياه تؤثر على جودة الإنتاج. الأول أنا برحب بيك وبشكرك على المجهود اللي أنا بسجله النهاردة. أهلا بيك. أتعرف بيك؟ فضل. سعيد الجداوي محافظة البحيرة. أحسن ناس. هو إحنا فين هنا دلوقتي؟ إحنا دلوقتي في قلعة الشهداء تبع الإمام مالك وادي المطروح، محافظة وادي المطروح. إيه قصة قلعة الشهداء؟ يعني دي إيه؟ دي كنا تبع كرة شباب الخريجين صح؟ هي دي كرة، أما الإمام مالك تبع مركز الإمام مالك. تمام. تبع وادي النطروح. تبع وادي النطروح. بقالكم كم سنة هنا؟ إحنا بقالنا هنا بتاع 10-12 سنة. لما باجي أدخل أشتغل في أرض جديدة ولسه أنا غريب عن المكان ببتدي أستكشف الموضوع، أشوف الزرعة اللي هتنجح معايا، أجرب بالراحة. أول ما جينا هنا كان الوضع إيه؟ اول مدينه الاول غير النهارده، الوضع معايا بيتغير، يعني بيتغير زرعه عن زرعه، بيتغير سنه عن سنه، الوضع بيكون في الاحسن. بشوف اهله اللي كان اوحش معايا من السنه اللي فاتت، بحاول ان انا اخد فكره عنه واعدله. جاهد فيه. واجاهد فيه واعدله. فيها زرعه زرعتها هنا اول ما جيت ما نجحتش معاك، ما نفعتش تكمل. زرعت الخوخ ما نفعش الخوخ، ما قدرش يقاوم على نسبه الاملاح اللي في الارض، نسبه الملح اللي في الارض. ده نسبة خوخ، بس التاني خوخ بيضة. ما قدرش يصندل معايا. فجبت صنف تاني. تمام. المية عرفت منين نسبة الملوحة فيها ارتفعت؟
واحنا خدنا منها نسبه ورحنا حللناها. خدت جزء ورحنا حللناها. خدنا منها جزء ورحنا حللناها. قالوا لك كام في الجزء في المليون؟ لقينا نسبه الملوحه بتاعتها عاليه جامد. عاليه جامد. انا سالت هنا في المزرعه قالوا لي وصلت 1600. انت سمعت الرقم ده؟ وصلنا 1600. وصلت 1600. نصحوك تعمل ايه؟ يعني انت رحت معمل تحلل الميه، فلما قالوا لك النتيجه النسبه مرتفعه، ما قالوا لكش اي توصيات ولا قالوا لك النتيجه وبس؟ والله قالوا النسبه عاليه، بس في يعني في شركه مثلا بنزل الجهاز سمعنا عنه، قابلت واحد قلت له نسبه الملوحه عندي في الارض، وصلني للمكان بتاعكم اللي انا اروح اجيب منه الجهاز. ايوه. فجبت الجهاز وركبته في الارض، ادينا محصول احسن وادينا انتاج احسن. محصول احسن وانتاج احسن، دي انا عايز اعرفها بالتفصيل. لما يكون الملوحه مرتفعه، قلت لي الشجر ما اشتغلش معايا الخوخ، ايه اللي كان بيحصل في الشجر علشان ما اشتغلش معايا؟ هو نسبة الملوحة هنا عالية، يعني التأثير بيبان على الورقة، بيبان على السقان، بيبان على الخشب بتاع السيارة ذات نفسه. والورق بعد كده ما هو ايه اللي يغذي السيارة؟ الجدر بتاعها. واللي يغذي العوق النبات بتاعها. صح. فنسبة الملوحة بتاعتها عالية جدا جدا في الأرض. انت كنت موجود اول مره ركبوا التكنولوجيا معالج الميه المغناطيسي عندكم هنا؟ كنت موجود. اول ما شفت الجهاز وهو بيركبه قلت ايه؟ اقتنعت؟ ما كنتش مقتنع. ايوه. ما كنتش مقتنع بالجهاز لما سنه في اتنين قلنا النتيجه هتبان. انت جالك بعد 6 اشهر. تمام. بعد 6 اشهر تبان في الارض. احنا النهارده كده بقى لنا 3 سنين. أيوه. بعد الجهاز. ايوه. باين احسن من الاول، باين احسن من 6 اشهر، باين احسن من السنه، كل سنه عن سنه، كل سنه بتزيد، لان الارض بتتعافى معايا. يعني هو النتيجه هتبان بعد 6 شهور على الشجره وعلى المحصول. اكيد طبعا. لكن انا عندي ارض مجهده، فانا عايز احسن من خواص التربه نفسها، الارض نفسها. انا شايف ان حتى لما بدخل مكان فيه نسبه املاح بيبقى باين على حوالين الشجر وعلى الارض. مفيش الكلام ده هنا. هو بالنسبه للاملاح بتبقى مثلا مناطق حتت يعني، ماشي. في حته بقعه ارض بتبقى نسبه الملوحه بتاعتها خفيفه شويه. الانتاج عندك زاد؟ الانتاج زاد. يعني الشجره بقت تحمل اكتر دلوقتي؟ الصيره حملت عن الاول وزادت معايا في الوسع وفي الانتاج. يعني ايه في الوسع بقى؟ يعني الصيره معايا ربعت من الاربع تجناء. ايوه، ده اللي انا عايز اسمعه منك بقى. انت راجل فلاح، فعايز افهم يعني الشجره في الوسع يعني ربعت، يعني الصيره ربعت معايا، بقت في سقان عندي، بقت تحمل محصول، فتديني انتاجيه اعلى فاكسب اكتر. دي شجره الخوخ، ده كلام المزارع. احنا موجودين على ارض الواقع بنرصد نجاح لتكنولوجيا، بنقول ده علم يا جماعه. تعالوا شوفوا الناس عملت ايه واشتغلت ازاي. بلاش نقول ان احنا عندنا مشاكل، هقلع الشجره، مش هينفع ازرع المحصول ده، اصل هم زرعوني احسن ازرع محاصيل تانية. لا، خلينا كده نفكر ازاي نبتدي نستفيد من تكنولوجيا موجوده على ارض الواقع بايادي مصريه، عشان نعظم الاستفاده من كل قطره مياه، نعظم الاستفاده من التسميد، نزود الانتاج. ده هيعود بالنفع علينا كلنا كمصريين. كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. ليه تسيب المية ملحة والشجر يطرح صفار؟ بتخلي الأرض صالحة والصحاري تزيد خضار. والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه، التوتة ده جهاز الطبيعة محتاجة، والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. كل حاجة ليها طعم لما تبقى المية جلتة، ربح زايد خير يا عم، مية واصلة لكل حتة. انت ابدأ واحنا جنبك، ايوة جنبك مش بعيد، هتلاقينا جوا بلدك شرق غرب هتستفيد. التوفى ده جهاز الطبيعة محتاجة، والقدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه، التوتة ده جهاز الطبيعة محتاجة، والقدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. والشجر يزيد وينتج والخضر على كل لون،
الفاكهة ليها شكل مبهج زي ما لازم تكون. ازرع يلا يا ابن بلدي، ده سر قولك عليه، الجهاز قد التحدي، دي ارضك غالية عليه. بالتوضع ده جهاز الطبيعة محتاجة، والقدارة برحب بحضراتكم مرة أخرى. كنت موجود معكم هنا من 3 سنين تقريبا، كنا موجودين بنتكلم على الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، كان في مجهود وكنا بنتابع بداية تركيب تقنية معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر. عدت السنين وموسم ورا موسم، النهاردة احنا جايين نشوف ايه اللي حصل في خلال السنوات دي، مردود تقنية معالج المياه المغناطيسي على الزراعة. وقرية الأشراف من الأماكن اللي تعتبر ناجحة جدا بالنسبة للمحاصيل المختلفة، لكن التحدي الكبير اللي بيقابل المزارع هنا نوعية التربة نفسها مختلفة، نوعية المياه، خصوصا بعد تنفيذ الآبار من سنين ابتدت نسبة الملوحة ترتفع. التنمية داخل هذه الأماكن بتؤدي أيضا إلى التوسع في النشاطات، زراعة، إنتاج حيواني، استقرار. مرحب بحضرتك. أنا وسهلا بك حضرتك أستاذ محمد النحراوي، أنا كنت معاك هنا من 3 سنين. تمام. صح؟ تمام. كنا بنتكلم على الزراعة وعلى التحديات اللي بتواجهنا. هو المكان ده قرية الأشراف دي تابعة لإيه؟ النبرية. إحنا في النبرية، عشان اللي عايز يجي يشوف المكان ده أستاذ محمد هيستقبله ويشرح له اللي حصل. الأغلبية بيبقى فول ودرة. فول ودرة، ليه نركز على الاثنين دول؟ يعني عشان عندي الأرض متسجرة سجر برتقان يعني في أشجار. في أشجار. يعني إحنا عندنا أشجار فاكهة، أشجار برتقان، وعندي فول وعندي ذره. الملوحه كانت مؤثره على الزراعه بيه، كان ايه المشاكل اللي بتسببها؟ يعني كان في بعض الاراضي الخفيفه كانت بتحصل الصفرار، والاغلبيه كان زرع بيقف خالص ما بيكبرش، ما تشتغلش معاك. ملوحه التربه وملوحه الميه الاثنين. كنت بتعمل معاها ايه بقى عشان تقدر تشتغل؟ معالجات ملوحه. المعالجات دي كانت بتجيب نتيجه؟ يعني تجيب نتيجه فتره، بس بعد كده برضو ما بتكملش للنهايه. الفلاح او المزارع هو راجل مستثمر، لما انا اضيف مضادات املاح بالاضافه الى تاثير ما هوش 100% فالناتج بيبقى عندي اقل، ده كان يحقق لك ارباح؟ لا طبعا. تقولها بدون تردد. بالنسبه لاشجار البرتقال او الموالح، نسبه الملوحه 1200 جزء في المليون كانت مؤثره على الانتاج برضو؟ طبعا، ما هو الشتله مش لاقي مناخ تكبر فيه. كانت بتوقف مني خالص. الميه ما كانتش مساعده. الميه كانت وحشه. لما احنا جينا هنا من 3 سنين كنت انت مركب الجهاز بقاله 6 شهور. 5 6 شهور. وقلت لي النتيجه كويسه بس انا لسه مستني اشوف. مظبوط. احنا دلوقتي 3 سنين او اكتر. 3 سنين بالظبط. ايه اللي حصل فيهم بقى؟ احكي لي. لا، الارض مع الوقت كمان الملوحه بتاعت التربه بدات تختفي تماما. التربه نفسها. ما هو من الميه، هي التربه ما هي ده مخزن للمياه، الميه بتتسرب تحت بس الاملاح ما بتتسربش، بتن تاني على التربه. ايوه. مع تقنيه الجهاز بتبدا مع الوقت بتستفيد من طبعا الميه بتبقى كويسه. أيوة. بتبدا تخف كل الميه ما بتبقى عذبه، بتحاول تقللي نسبه الاملاح من على وش التربه. انت جايه الفدان اختلفت، يعني الفول اللي انا شايفه ده بسم الله ما شاء الله انا شايف فيه تحميل عالي وفي اغصان مالت، بقول لك ده ايه ده؟ قلت لي ده من الحمل بتاع الفول. واحسن من لما كنت بتزرعه من 3 سنين. من 10 اردب بقينا 14 اردب، ودي و15 دي هتختلف معايا في الناتج في الاخر. انا صرفت، فانا عايز احقق هامش ربح. المصاريف اختلفت النهارده. انت التثبيت بتاعك مضادات الاملاح اخبارها ايه؟ ما انا عندي دلوقتي مفيش في الكلام بتسمد، بس بتسمد بس سمد درش. والدور عامل ايه معاك؟ ما شاء الله كان حلو خالص السنه اللي فاتت. ما شاء الله.
الموالح اختلفت في الانتاجات بتاعتها. اختلفت طبعا. اختلفت ازاي؟ عندي ورم مزرعه سيجار ما شاء الله حاجه. يعني نقدر نقول فدان بيجيب قد ايه دلوقتي؟ يعني هو لسه نشوه النهارده، انا عندي عمره 4 سنين. لسه زرعه، لكن الشجره بقى كبناء شجره علشان تديني انتاج. لا ما شاء الله ارتفاع 3 متر النهارده ما شاء الله. هنصورها يعني، احنا برضو هنصورها لحضراتكم. هي نشاوه يعني انا بنشئها وبجهزها علشان تدخل بقى ايه للانتاج المفروض بعد كام سنه؟ السنه الجايه. بعد اللي جاي ده التصغير ان شاء الله. انت زرعت الشنترات بتاعتها قبل تركيب الجهاز ولا بعد ما ركبت الجهاز؟ لا قبل، خمرت على الجهاز. خمرت على الجهاز يعني اول تسميده قصدك؟ على الجهاز. فما شاء الله من بدايه الشتله وهي ماشيه شغاله معايا كويس، ربنا يوفقك. ابتديت النهارده تكلمني على ان التربه نفسها اتحسنت. يعني ايه التربه نفسها اتحسنت؟ التربه اتحسنت، كان فيه مخزون املاح على سطح التربه، ودي ارض موالح ولا بتنحرق ولا بتتقلب، الشغل فيها بيبقى بسيط عشان الجذور بتاعه الشجر بتبقى ممدده في التربه، ما ينفعش فيها شغل. فلابد ان يعني الطبيعي من الماء البحاري ان هي كل سنه تسحب نباتودا ومعاها حاجه الاملاح علشان تخف الايه. طبعا الجهاز مع الوقت انا مش شايف حاجه مضاعفات عشان نعالج. انا ركبت اي جهاز عندي، جبت موتور ميه، جبت اي اجهزه الكترونيه بتحتاج صيانه، بتحتاج متابعه. انت احتجت حاجه للجهاز ده في خلال 3 سنين؟ مش اي شيء اطلاقا. كل مثلا شهرين او ثلاثه تبقى في بعض الاراضي فيها نسبه حددوز بتعمل غلاف الجهاز من جوه. دي نصيحه لاي مزارع، لازم الجهاز بعد شهر او اثنين او ثلاثه اقصى حد يتحل ويتغسل من جوه. بس شوف بعض من جوه. وهو فك وتركيبه سهل للدرجه دي يعني؟ مسمارين بنحلهم، واصله بتبقى في المحطه بتاعت الري. ايوه. بتحل المسامير، بتطلع بتتغسل، بيتحط ثاني مطرح. دي في الاراضي اللي فيها حديد فقط. بيبقى فيها نسبه حديد عاليه في الميه. فدي بتترسب في الداخل، فانا بس بنضفها. دي موجوده عندي. وكده مفيش اي مشكله. دي موجوده عندي. بيستخدم كهرباء؟ بيحتاج وصلات معينه؟ لا ولا حاجه خالص. طب انا عايزك بعد انت تجربتك اللي بقى لها 3 سنين دي تقول كلمه للمشاهد النهارده عن استخدام تقنيه معالج الماء المغناطيسي لشركه دلتا ووتر، فادتك ازاي؟ والله فادتني ان يعني مجرد ان اني ابتعدت عن معالجه الارض انا اتبهت للزراعه. طب انا دلوقتي هنعالج عيب في الارض ولا هنعالج الزرع ذات نفسه من امراضه؟ يعني كده ما انا عندي ضعف مناعه. ضعف مناعه من ايه؟ من الاملاح اللي على التربه. انا اتفكيت من المشكله دي، فالزرع دلوقتي بقى فيه حيويه وفيه نشاط، بينشط في بيئه كويسه، في ارض تربه كويسه. النهارده مش هيدفع اللي انا كنت بندفعه الاول. فدلوقتي المناعه بقت كويسه، الرش اقل تسميد بنستفيد منه. الصحه العامه يعني انا ده اقول منتج مش مرشوش كيماويات، مفيش مبيدات، فحاجه يعني للصحه وللاستهلاك الادمي مناسبه للمواطن جدا. مفيش اي مشكله بتقابلني فيه، يعني بنرش الرش احتياطي قبل الميعاد بتاعه. بالتوفيق. بشكرك. الله يخليك. اتكلمنا عن الزراعه، وانا في نفس المكان كنت بذكر ان المكان ده لما يحصل فيه تنميه واستقرار هنشوف توسع في الانشطه. النهارده بوريكم الاستثمار في الانتاج الحيواني، بقى عندي مواشي، انا في زراعات قائمه اقدر اوفر لهم اعلاف، في نفس الوقت عندي مناخ مناسب. وعلى فكره مزرعه الانتاج الحيواني هنا هتساعد على خصوبه التربه. طيب اهم حاجه الرعايه البيطريه، اهم حاجه التغذيه، مياه الشرب. واحنا بنتكلم مع استاذ محمد النحراوي قال لي مياه الشرب هنا كان فيها نسبه ملوحه مرتفعه، حيوان ما كانش بيقبل عليها. ابتديت ان انا استخدم معالج الماء المغناطيسي عشان احسن من خواص المياه فالحيوان يقبل عليه. احكي لي ايه اللي حصل مع الحيوانات بتاعه المزرعه لما ابتدينا المشروع. لما ابتديت المشروع سنه 2008 حصل عندي مشاكل بحصر البول. كان عندي نسبه املاح عاليه في المياه، حصل عندي مشاكل في الكلى ذات نفسها. الحيوان حصل له حصر بول ومشاكل في الكلى. وفقد اجزاء من الكلى.
بعد الذبح. بعد الذبح بيستبعد اجزاء من كلة الحيوان دي لا تصلح للاستهلاك الادمي بسبب بسبب الميه. بسبب الميه فتراكمت بقى بتعمل لي مشاكل كتير. تضعف مناعه طبعا, وان الكلى يعني ده الجهاز يعني مهم جدا, فعملت لي مشاكل كتير جدا. هتأدي كمان لمشاكل في صحه الحيوان عامه. يعني هو انت مطلوب منك ان يحصل معدل تحويل حيوان يبقى في حاله نشطه, فدي بتسبب له ضعف في الانتاجيه نفسها. مظبوط. ايه اللي خلاك تفكر في معالج المياه المغناطيسي؟ يعني دي جديده عليا. انا اشتغلت بيه في الارض. اشتغلت بيه في الارض, فحاولت نجربه يعني. قلت قبل ما نعمل ابيار تانية او نعمل محطه تحليه اجرب الجهاز الاول. جربته وفعلا المشاكل كلها عندي يعني شبه اختفت. يعني انا شايف في اقبال الحيوان وانا واقف حتى دلوقتي, في اقبال وبيشرب الميه ما بينفرش. لو فيها ميه فيها ملوحه دي ما بتخلوش يقبل عليها. مظبوط. تمام. مزبوط. فرقت معاك يعني استخدام معالج المياه المغناطيسي؟ ده نموذج جديد بوريه لحضراتكم داخل مزرعه لتربيه المواشي. قال لي كانت المياه فيها نسبه املاح مرتفعه, كانت بتعمل حصر بول, وكنت بتخلص بعد عمليه الذبح من اجزاء من الكلى لا تصلح. جربت الجهاز دلوقتي احنا شايفين واحنا واقفين في المزرعه حيوانات واقفه بتشرب بتاكل في الصحه عامه. فرقت خالص. صحه حيويه عامه. المناعه ارتفعت. المناعه ارتفعت. كل حاجه ليها طعم لما تبقى الميه جلده. ربح زايد خير يا عم, ميه واصله لكل حته. انت ابدا واحنا جنبك. ايوه جنبك مش بعيد. هتلاقينا جوا بلدك شرق غرب هتستفيد. الجوافه محتاجه, الطبيعه محتاجه.